إثر معلومات واردة إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برقيبة مفادها تمرير كمية من الأقراص المهلوسة عبر الطريق الوطني رقم 48 مباشرة، تم وضع تشكيل أمني محكم وغلق جميع المنافذ التي من المحتمل عبورها، ليتم توقيف مركبة على متنها 5 أشخاص من بينهم 2 عنصر نسوي. بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على 2385 كبسولة بريغابارين 300 ملغرام، كانت مموهة بإحكام بواقي الصدمات الخلفي للمركبة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برقيبة فتحت تحقيق في القضية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.